مولاتي. تجميل، شهيوات، وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو. لوز الحامض كيزي زوين، 125 غرام ديال الزبدة رطبة في العجينة، نص ربعة ديال الزبدة، 75 غرام ديال السكر كلاصي، و 65 غرام ديال البودرة ديال اللوز. إلا ما كانت متوفرة كناخدو غير اللوز عادي، كنمسحوه وكنطحنوه مزيان في الطحانة حتى كيولي بودرة. عندنا نصف بيضة ونص معلقة صغيرة ديال الروح ديال الحامض أو القشور ديال الحامض، إلا ما كانش الروح كنزيدو القشور ديال الحامض، والدقيق على حسب الخليط. كنخلطو مزيان، كنخلطو بالتتابع الزبدة مع السكر، كنزيدو اللوز مطحون، كنزيدو الصفر ديال البيضة والروح ديال الحامض، وكنجمعو بالدقيق باش كتجينا مرملة. كنبسطو العجينة ديالنا وكنقطعو النص ديالها بالطبع يكون أوفال، كيكون داك المشنف، والنص الاخر بالطبع اوفال اللي يكون عادي سامبل، اييه ما يكونش يعني محلول من الوسط. واخا كناخذ دوك اللي قطعنا بالطبع مشنف، كندهنوهم بالبيض ديال البيض اللي بقى لينا من العجينه، وكنديروا عليهم اللوز مهرمش يكون بيض ما يكونش محمر، كنديروا عليهم اللوز مهرمش وكندخلوهم الفران حتى كيطيبوا وكيتحمروا. كنخرجهم، كناخذوا التلفاق كنديروا 40 غرام ديال الشوكولاته ابيض، و40 غرام ديال الناباج، ونص معلقه صغيره ديال روح الحامض، كندوبهم فوق العافيه، فوق عافيه مهيله حتى كيدوب لنا الخليط. كنلصقوا كل جوج حلوات، وحده اللي فيها اللوز مع وحده سامبل، كنلصقوهم وكنغطسوا واحد الراس الرويس ديال الحلوه في الشوكولاته ابيض عادي مدوب، الشوكولاته ابيض بوحدو. واخا هذا صابلي باللوز وبالنكهه ديال الحامض، ايوا فعلا نوعوا في النكهات فعلا، والشوكولاته الابيض كيمشي مع الحامض، ايوا المذاق ديالو كيمشي مزيان، المذاق زعما كيجي مزيان، واللي بغى يدير روح ديال الكراميل اللي بغى يغير في المذاقات. واخا كل واحد على حسب. مازال عندك شي حلوه اخرى؟ كاين فقاص بارد اللي ما كتبش اخرى، في 250 غرام ديال كاوكاو محمر ومقشر ومهرمش، كنهرمشوه غليظ، 200 غرام ديال البسكوي بالكوك كيكون مطحون بحال الغبره، و 125 غرام ديال الشوكولاط غبره كيكون حلو، داك الباكيه ديال 5 دراهم ولا ما عرفت 6 دراهم، شويه ديال القرفه، وحك ديال الحليب محلى مركز على شكل كراميل. ايه هادشي كلشي كنخلطوه مزيان، كنديروا ديبودان طوال عصيات. واخا تعاودي لنا لو سمحتي الفقاس بارد، هي ما كيطيبش الفران تفضلي. 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومقشر ومهرمش غليظ، واللي بغى كيدير كيبدل باللوز، كل واحد والاستطاعه ديالو، ولكن كيجي زوين بالكاوكاو فعلا. 250 غرام ديال الكاوكاو كنحمروه وكنقشروه وكنهرمشوه غليظ، كنديروا 200 غرام ديال البسكوي اللي كيكون بالكوك ديال جوج دراهم ونص، كنطحنوه مزيان، وعندنا 125 غرام ديال بودرة الكاكاو اللي كتكون حلوة اللي كنديرو مع الحليب، شوية ديال القرفة، وحك ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل. هادشي كلشي كنجمعوه كيجينا بحال العجينة، كنديرهم عصيات طوال، كنديرهم في البلاستيك الغذائي وكندخلهم للمجمد تقريبا واحد ساعة دالما بان هكا دغيا كيجمد، كنقطعوه بشكل مايل بحال الفقاصة ولا دوائر. حتى هو ساهل كيف قلتي، ويعني بالكاوكاو وثاني نغيروا شويه في اخر لحظه فعلا. تبارك الله عليك ساميه صراحه، هادشي يعني عندك رائع، ونوعتي لنا في الشهيوات ديال عيد الاضحى، وضفتي لنا يعني حلويات اللي ممكن اننا نقدموها يعني في صباح العيد. وصراحه تغيرت الامور شويه، يعني كاين بعض الاشخاص اللي ما كيفطروش يعني لا بحلوه لا بعيد لا حتى حاجه يعني في صباح العيد، ضروري انهم يفطروا يعني بال يعني باللحم مباشره ملي كيذبحوا. ودابا مؤخرا يعني ما بقى شويه الجهد، يعني الواحد كيفطر في الصباح هكا، ففرصه اننا نوجدوا هكا اقتراحات الافراد ديال الاسره. كيف ما قلنا ماشي بالضروره ان ناخذوا كاع الانواع ديال الحلويات، لانه كتكون مصارف كثيره يعني في هذا الوقت ديال عيد الاضحى، ولكن ما فيها باس على الاقل اما رغيفات اولا جوج انواع ديال الحلوه اللي هي سهله، بحال مثلا هذا الفقاس بارد يعني لما كيطيبش وفيه غير الكاوكاو، يعني ما فيش اللوز اللي ممكن يكون غالي مثلا اولا الكركاع، وممكن نغيره ولا عجينه وحده ديال صابلي نشكلوا
منها على حسب المراشم ولا حسب النكهات. تبارك الله عليك سامية شهامات اختصاصية فن الطبخ والحلويات من تيزنيت. كل هاد الشيوات ديال عيد الأضحى وهاد الجوج الأنواع الحلويات اللي قدمت لنا سامية غادي تعاودوا تسمعوهم في موقع lalamulati.ma باش تعاودوا تستافدوا منهم وتوجدوهم إن شاء الله لأفراد الأسرة بالصحة والراحة.